السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا الأوفياء في قناة موجز الأخبار. يتجدد موعدنا اليوم مع جديد الأخبار، والآن إليكم أبرز العناوين. مخرجات وأوامر، اجتماع الحكومة بترأس سيادة الوزير الأول نذير العرباوي، وهذا تطبيقا لتعليمات سيادة الرئيس عبد المجيد تبون. وقبل البدء في التفاصيل، الرجاء متابعينا لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. ولنبدأ تفاصيل مع أول خبر. ترأس سيادة الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة، والذي قد خصص لاستعراض مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ تعليمات سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب، ومدى تنفيذ البرنامج الخاص والذي أمر به للتخفيف من وطأة نقص الماء الشارب وتطوير قدرات إنتاج المياه ضمن مشروع طموح يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين ومواجهة الشح المائي الناجم عن الجفاف والتغير المناخي. وكما درست الحكومة كذلك عددا من التدابير المتعلقة بتسييد البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والتي أقرها سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكما بحثت الحكومة كذلك سبل ترقية مساهمة غرف التجارة والصناعة في الحركية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد على المستوى الوطني والمستوى المحلي، وذلك من خلال إطار تنظيمي يتلائم مع طبيعة مهامها ويمكن المنخرطين فيها من تسيير شؤونهم بنجاعة ومرونة. وفي سياق تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة ومنح عقود التعمير بما فيها رخص البناء وضمان تسليمها في أقصر الأجل، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تحضير هذه الوثائق وتسليمها، لا سيما من خلال تفعيل المنصة الرقمية لعقود التعمير وتعميم استغلالها عبر كامل التراب الوطني.
وهنا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، ابقوا في المتابعة ليصلكم جديد الأخبار في الجزائر، ودمتم في رعاية الله وحفظه.